ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في زوم سبورت ستوديو 2. وبعد ذلك يقولون الإعلام الأحمر يسيطر، إنهم يفتقدون للسائل الأحمر الذي يجري في العروق. الإعلام فقد الحياء والحياد معا، أحرق الأحمر وتلون بالأبيض، حارب العدل ونصر الجهل، هاجم أصحاب المبادئ ودعم المشاغبين والخارجين عن القانون. وبعد ذلك تجد من يقولون الإعلام الأحمر يسيطر، إن لم تستحي فافعل ما شئت. الإعلام الرياضي يتلون ويتعصب ويلطم بعد اقتراب الأهلي من الاحتفاظ بدرع الدوري العام لكرة القدم وتضاؤل فرص فريقهم الزمالك، ويقود القراء إلى الشغب ويقود المشاهدين إلى الانحراف. الفجور في أعلى تفاصيله على الهواء في البرامج، لكن الصحافة ليست بريئة أيضا. مسؤول الأهرام السابقون والحاليون غافلون تماما عن حجم التعصب المقيت الذي يمارسه القسم الرياضي لمصلحة الزمالك وضد الأهلي بشكل وكأنه مجلة الزمالك الرسمية، بشكل لا يخرج كثيرا عن المواقع الرياضية المتعصبة للزمالك على شبكة الإنترنت. على مدار 3 سنوات تواصلت الممارسات والمقالات والآراء العنصرية لصالح نادي يخسر كثيرا سلوكيا وفنيا محليا ودوليا على حساب نادي أكبر ببطولاته وسلوكياته محليا ودوليا، ولعن الله التعصب. الثلاثي المرح أيمن أبو عيد وخالد عز الدين وعمر الدرديري تحولوا إلى 3 أبواق إعلامية زملكاوية ناصعة بلا أي خجل أو تمسك بأصول وقواعد المهنة وعدالتها. واليوم كان العنوان الهزلي للأهرام. تابعوا معي، لماذا أصر فهيم على الركض وراء شيكابالا لطرده وابتسم فقط لأحمد فتحي؟ وكيف احتسب سمير محمود 7 دقائق كاملة جعلت الأهلي يحقق التعادل الصعب؟ سبحان الله، أي صحافة ذلك. والآن تعالوا إلى الصور، شاهدوا كما أشاهد. أولا، ركض فهيم خلف شيكابالا لإنذاره وليس لطرده. شاهدوا، ركض فهيم خلف شيكابالا لإنذاره بعد خروجه الشائن عن الأخلاق في إشاراته واعتراضاته. ولكن انظروا، هل فيركض للإنذار، ستجدون هنا يقف فهيم ثم يخرج البطاقة الصفراء ويطرد. إذن الركض كان للإنذار وليس للطرد، ولم يركض بعد الطرد. شيكابالا هو الذي ذهب إليه كما ترون. احكموا من خلال الصورة على صدق الأهرام العريق. ثانيا، لأن كاتب تلك المقالة لا يرى الدنيا والأحداث إلا من خلال عيون بيضاء، فهو لا يعرف أبدا قانون الكرة ولا واجبات الحكم. ويا لها من أحزان عندما يكتب من لا يعرف. شيكابالا كان خارجا للاستبدال، والحكم عند تنفيذ الاستبدال. اكتبوا ما ستسمعونه الآن لتعرفون القانون وتعرفون واجبات الحكم، يا من تتكلمون وتكتبون في الصحافة. عند تنفيذ الاستبدال يجب على الحكم أن يبقى بعينيه مع اللاعب الخارج حتى يأتي اللاعب الداخل ليتأكد من سلامة الأمر، ولا يتوقع فهيم أو غيره أن يقوم شيكابالا الجامح بتلك الأفعال. فهيم التزم بالتعليمات، ولا ذنب له أن شيكابالا خرج عن الأدب. الحكم عندما خرج شيكابالا بإشاراته توجه إلى اللاعب لإنذاره، وعندما ارتكب السلوك المشين الثاني طرده. فهيم لم يندفع نحوه
عند التغيير إلا بعد التصرف المشين. الكاتب الزملكاوي في الأهرام كان حريصا على الأخلاق، فترك التصرف المشين لشيكابالا دون تعليق أو ذم، وانتقد فقط الحكم. سبحان الله، الحكم الذي يطبق القانون ينتقد، واللاعب الذي يخرج عن الآداب لا ينتقد بل ندافع عنه. هذا في الأهرام. الكاتب انتقد فقط الحكم الذي نفذ نصف القانون، لم ينفذ القانون كله، لأن القانون كان ينص على الطرد المباشر لشيكابالا وليس الإنذار الثاني. نكمل الأكاذيب الموجودة في عنوان الأهرام. والأكاذيب في النصف الثاني من العنوان كانت أكبر وأفتح. لماذا ابتسم فقط لأحمد فتحي؟ هل تقرأوا ما أقرأه؟ لماذا ابتسم فقط لأحمد فتحي؟ هيا نشاهد ما فعله فهيم مع أحمد فتحي، ونبحث معا عن الابتسامة المزعومة في العنوان الكاذب. أحمد فتحي يعترض بشدة على الحكم وزملائه ينهرونه، يعترض بشدة على الحكم وزملائه ينهرونه. لم يصل مطلقا إلى الحكم، ولم تظهر منه أي إشارة حتى الآن فيها خروج عن الآداب، فقط يعترض على الحكم وزملائه يمنعونه. هل رأيتم أي ابتسامة؟ بالطبع لم يرها أحد. نشاهد لم يرى أحد أي. هذا هو أحمد فتحي بعد الهدف، وسنشاهد الحكم وهو ينذره. هذا هو الإنذار من فهيم عمر لأحمد فتحي. حاولوا أن تجدوا ابتسامة، اصنعوا ابتسامة لكي يأتي عنوان الأهرام سابقا. حاولوا، اجتهدوا لكي تروا أي ابتسامة للحكم. بالطبع لم يرها إلا ذلك الزملكاوي المتعصب الذي لن يجد أي أهلاوي منتمي لناديه أو يبحث عن العدالة يقرأ له مستقبلا. تعالوا نشاهد ابتسامة فهيم عمر. ابتسامة فهيم عمر التي لم يشهدها الزملكاوي الأهرامي الذي كتب. ونعرف لمن ابتسم فهيم عمر. هنا مع إبراهيم حسن منتهى الانفعال، من هنا وهناك يطلب من إبراهيم حسن أن يأتي نحوه. انظروا، تابعوا فهيم عمر لتجدوا الابتسامة، ستجدونها حالا. ها هي الابتسامة لإبراهيم حسن بدلا من الطرد. الابتسامة ظهرت يا زملكاوي يا أهرامي، ظهرت لمن؟ ظهرت لإبراهيم حسن، لم تظهر لأحمد فتحي. هذه هي الابتسامة التي لم يرها الأهرام. أما السطر الثاني من العنوان فهو نموذج الاستخفاف الكامل من الأهرام العريق بعقول قرائه. كيف احتسب سمير محمود 7 دقائق كاملة جعلت الأهلي يحقق التعادل الصعب؟ ألا يعرف كاتب الأهرام أن فهيم عمر في لقاء الزمالك في نفس الوقت قد احتسب أيضا 7 دقائق كاملة؟ ألا يعرف الزملكاوي المتعصب في الأهرام أن الوقت بدل الضائع الحقيقي في مباراة الأهلي قد تجاوز 17 دقيقة، تغاضى سمير عثمان عن 10 منها؟ ألا يعرف الزملكاوي الأهرامي أن الزمالك فاز على المصري بهدف لمحمد إبراهيم في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع قبل شهور قليلة في نفس الدوري، دون أن تشير رياضة الأهرام المتعصبة للزمالك في الوقت بدل الضائع؟ ألا يعلم الأهرام وقسمه الرياضي الأبيض جدا أن سمير محمود احتسب ركلة جزاء لسموحة في تلك المباراة وتجاهل ركلة جزاء صحيحة للأهلي في نفس المباراة؟ إلى هذا الحد وصل الاستهتار بالقراء وبالعدل وبالحياد في أكبر وأهم مطبوعة باللغة العربية في العالم. الزميلان حماد والسباعي، رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، يتحملان المسؤولية الآن،
ولا عذر مستقبلا لهما إذا واصل الأهرام انحيازه المؤسف للزمالك واضطهاده الدائم للأهلي. أكاذيب كاتب الأهرام الزملكاوي جعلته متعجلا وجاهلا بالحقائق والأحداث عندما قارن بين واقعتي شيكابالا وأحمد فتحي، وكتب عن جهل، كتب عن جهل. فهيم عمر تعجل في البطاقة الحمراء لأن هناك واقعة مماثلة للحكم في مباراة الأهلي وحرس الحدود بالأسكندرية، عندما حاول أحمد فتحي التهجم عليه بعد أن احتسب ركلة جزاء للحرس التي أهدرها أحمد عبد الغني، وهنا اكتفى الحكم للاعب الأهلي أحمد فتحي بابتسامة فقط. فهل كان يعلم أن أحمد فتحي لعب المباراة وكان لديه ثلاث بطاقات صفراء كانت ستحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة بعد الحرس؟ هذا ما هو مكتوب اليوم في الأهرام. أي جهل بالحقائق، أي تضليل للقراء في الأهرام العريقة التي نفذ صبرنا في الإشارة لتحيزها الصارخ للزمالك منذ تولى أبو عايد رئاسة قسمها الرياضي. شاهدتم أن فهيم عمر لم يبتسم، وشاهدتم أنه أنظر أحمد فتحي، لم يبتسم وأنظر أحمد فتحي.